الاجتماعات، اجتماعات المجلس المركزي. يسعد صباحك ضحى. صباح الخير يارا، صباح الخير فرح، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أهلا بكم في هذه النافذة المباشرة التي نطل عليكم بها من مقر الرئاسة في مدينة رام الله لمتابعة مجريات اجتماعات المجلس المركزي. واليوم هو اليوم الثاني في اجتماعات المجلس، من المفترض أن يكون هذا اليوم الختامي إلا إذا اتخذ قرار بالتمديد. طبعا المجلس المركزي في دورته 28 ينعقد في دورة طارئة أمام كل التطورات الراهنة، وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة ونقل السفارة إلى تل أبيب، وما ترتب على هذا الإعلان من قرارات إسرائيلية ترامبية وهي القرارات المتعلقة بمصير مدينة القدس المحتلة، أيضا ضم المستوطنات إلى دولة الاحتلال، وكذلك تشريع إعدام الأسرى، ويضاف إلى كل ذلك الاستيطان المتمدد في الأراضي الفلسطينية. أمام كل ذلك تقف القيادة اليوم يمثلها المجلس المركزي لاتخاذ قرارات هامة، قرارات تحدد الاستراتيجية الفلسطينية القادمة، ومنها قرارات سياسية ودبلوماسية، قرارات قانونية، قرارات تتعلق بالمقاومة الشعبية السلمية، وأيضا فيما يتعلق بتمتين البيت الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. السيد الرئيس محمود عباس في كلمته الهامة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس المركزي تحدث عن عدة توصيات، وكانت هذه ملامح مهمة سنتحدث عنها في هذا الصباح، وكيف سيتخذ المجلس المركزي قرارات بناء على هذه التوصيات. ونشير أيضا إلى قرارات اللجنة السياسية قبل ذلك والتي وصلت إلى حد المطالبة بتجميد الاعتراف بدولة إسرائيل ومراجعة الاتفاقيات معها، الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية، يعني بالإشارة إلى اتفاق أوسلو. طبعا السيد الرئيس أشار إلى هذا البند باهتمام وقال لن نبقى سلطة بدون سلطة، وكذلك لن يبقى الاحتلال بدون كلفة، ولن نقبل باستمرار هذا الوضع. تحدث عن عدة مفاصل، عن عدة محاور سنأتي عليها في هذا اللقاء الصباحي. ونستضيف معنا في هذا الاستوديو السيد محمود إسماعيل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أرحب بك معنا ويسعد صباحك. وأيضا سيد إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أهلا وسهلا بك معنا سيد إياد. إذا نحن أمام لحظات فارقة ومرحلة تاريخية في هذه الفترة وتحديات صعبة تمر بها القضية الفلسطينية. إذا ما تحدثنا عن التوصيات التي تلاها السيد الرئيس في ختام كلمته أمام المجلس المركزي، ونأخذ ما يتعلق ببند مراجعة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، كيف سيتعامل المجلس المركزي مع هذه القرارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل كل شيء بدي أقول أنا أنه ما طرحه السيد الرئيس بالأمس كان عبارة عن خطة طريق، خارطة طريق لتنفيذ كل الإجراءات التي يمكن أن توصل نقفز فيها على ما سميت صفقة القرن من ترامب، نعم. الذي لا يحق له أن يعطي شيئا لا يملكه هو في هذه ظاهرة خطيرة في العالم كله، أنه لا يجوز لدولة أن تقرر لدولة أخرى أين تكون عاصمتها. بالتأكيد هذا سيادة الدولة، وخاصة أن هناك عدد كبير من قرارات مجلس الأمن تتحدث عن القدس تحديدا وعن حدود 67 وعن دولة فلسطين بحدود 67 ضمن الرؤية اللي كانت حل الدولتين. الآن لن نقبل لا رؤية فلان ولا هذه الدولة ولا تلك، نقول رؤيتنا نحن المبنية على الشرعية الدولية، على قرارات مجلس الأمن، قرارات الجمعية العمومية، على التفاهمات التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية مع الحكومات السابقة الإسرائيلية. الآن المجلس سوف يتحدث في مجموعة
ملفات على المستوى الدولي. نعم. على مستوى مجلس الأمن مع إسرائيل كما تحدثت قبل قليل، وعلى مستوى على صفقة العصر اللي سماها السيد الرئيس صفعة العصر. نعم. ليس للفلسطينيين فقط ولا للشعب الفلسطيني أو كذا، وإنما صفعة العصر لكل العالم. يستهزئ رئيس دولة كبرى، يستهزئ بدول فقيرة صغيرة لأنها ملونة البشرة حثالات، يقول يعني منتهى الانحطاط الخلقي والقانوني والإنساني والسماوي حتى، يعني في الديانات السماوية لا يجوز أن تقول لإنسان لأنه لونه كذا حثالة. لذلك كما قلت عدة ملفات سوف تبحث، وقد ناقشت اللجنة السياسية يعني وأنا عضوا فيها اللي تشكلت من أعضاء اللجنة التنفيذية وكافة فصائل منظمة التحرير موجودة وعدد من المستقلين من الكفاءات المستقلة أيضا. نعم. ووصلنا إلى وضع يعني توصيات للمجلس المركزي، لأنه هو الذي يقرر، المجلس السيد نفسه هو الذي يقرر. ولذلك يعني هذه اللقاءات والتحضيرات السابقة ستسهل كثيرا على المجلس اليوم. عندما تشكل لجنة الصياغة في بدايات عملنا في افتتاح الجلسة اليوم، وتبدأ في أخذ القرارات التوصيات، توصيات القرارات التي هيئناها وحضرناها، وهذا سيختصر من الوقت إن شاء الله. نعم. ومن تقارب وجهات النظر حول هذه القرارات. إذا ما تحدثنا سيد إياد عن هذه القرارات والوجهة المقبلة اليوم للقيادة، كم نجد أنه ترجمة ممكنة لمثل هذه القرارات، وتحديدا فيما يتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل وإعادة تقييم العلاقة معها؟ وهل نحن مهيئون بالفعل ومستعدون لمثل هذه الخطوة وما قد يترتب عليها؟ والتهديدات واردة في كل الأحوال يعني فيما يتعلق بالابتزازات الحالة أمريكيا وإسرائيليا. يعني بداية صباح الخير يا قدس، وصباح الخير للتلفزيون في الفلسطين وللعاملين فيه. ما أود أن أقوله بأن خطاب الرئيس بالأمس كان خطابا شاملا جامعا، تحدث عن كافة المراحل التاريخية بها القضية الفلسطينية، وتحدث عن المفاصل الهامة والدور الدولي بها، وحتى المؤامرة التي بدأت منذ القرن السابع عشر. نعم. حتى وصل بهذه المفاصل التاريخية إلى يومنا الحالي، وعند المجلس المركزي وما قدمه الرئيس من مقترحات بالأمس كانت مقترحات بمثابة كما تفضل رفيقي الأخ محمود إسماعيل. حقيقة هي مفاصل تاريخية تمثل خارطة الطريق يمكن السير عليها في المرحلة القادمة، وهي استراتيجية فلسطينية يمكن أن يبنى عليها، ويتخذ جملة من القرارات اليوم تكون بمثابة حقيقة استراتيجية فلسطينية واضحة. قدرتنا على هذه القرارات بالطبع لا أحد يستطيع إجبارنا وإكراهنا على ما هو خارج حقوقنا وعلى ما يتنافى مع منطقنا الفلسطيني في الذهاب إلى إحقاق الحق الفلسطيني والدفاع عنه. فيما يتعلق بقضية القدس والموقف الأمريكي منها، هذا تجاوز لكل الخطوط الحمر، وهذا بحد ذاته يدفعنا للقول أن قضية أو فلسطين بدون قدس لا معنى لها. السقف الفلسطيني السياسي عالي، وذاهبين بهذا الاتجاه لقناعاتنا. نعم. أن لا وسيطا أمريكيا كان نزيها، وأن عندما ذهب السيد الرئيس إلى الحديث على إعادة النظر بكافة الاتفاقات التي وقعت مع الجانب الإسرائيلي، هذا نتاج لممارسات إسرائيل في داخل الأرض الفلسطينية، لعدد الشهداء الذين سقطوا نتاج الهبة الشعبية. نعم. وهي مظاهرات سلمية، وقال السيد الرئيس بالأمس أنه 20 شهيدا كان نتاجا لتظاهرات سلمية، ما بالكم يعني لو تطورت هذه الهبات الشعبية أو صعدت هذه الهبات الشعبية، ما هو عدد الشهداء المتوقع؟ حجم الجرحى الكبير الذي كان نتاج لهذه الهبات السلمية والشعبية. لذلك نقول أننا كقيادة فلسطينية ذاهبين إلى تثبيت حقوقنا والثبات على الثوابت الوطنية الفلسطينية التي لا مجال
لأي قيادة فلسطينية قادمة أن تتراجع عنها. طيب يعني فيما يتعلق سيد محمود إسماعيل بهذه القرارات الهامة المتخذة من المجلس المركزي، وإذا أخذنا بالاعتبار ملف المصالحة تحديدا، ما غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن مجريات أعمال المجلس المركزي، هل سيؤثر ذلك على هذا الملف، على الحراك في ملف المصالحة، وبالتالي الوصول إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة أمام هذه التحديات الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية؟ يعني نأسف ونحزن لهذا الموقف الغير مبرر، الغير مبرر. نحن في مرحلة حاسمة من حياة الشعب الفلسطيني، من حياة القضية الفلسطينية، مفصل أساسي، إما أن نكون وإما أن نكون، نحن نقول لا نكون، لكن الخطر كبير جدا وداهم علينا جميعا، وبالتالي لا يجوز لأي كان من الشعب الفلسطيني، من القيادات الفلسطينية، من الفصائل، من الأحزاب الفلسطينية، أن يتخلى عن الركب السائر الذي يقدم يوميا شهداء دفاعا عن القدس، دفاعا عن الأقصى، دفاعا عن القيامة، دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني، ويواجه الآن أكبر يعني طغمة في العالم كله، الإدارة الأمريكية التي لا يجرؤ واحد في العالم أن يقول لها لا، وكفى، وقفي عند حدود الشعب الفلسطيني وحقوقه، إلا السيد الرئيس الممثل للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الممثل الشرعي لذلك. وبالتالي نعتبر أي ابتعاد عن حضور المجلس المركزي أو عن حضور أي اجتماعات قيادية، هو يعني الآن هو تخلي هو انتقاد كبير، هناك انتقاد كبير بالطبع، يعني مش بس انتقاد الحضور في هذه المرحلة، ولكن التأثير سيد محمود إسماعيل، يعني إذا ما تحدثنا عن التأثير الفعلي، وخاصة يعني أنه حماس اعتذرت عن المشاركة وفي نفس الوقت تعطي توصيتها من بعيد يعني للمجلس المركزي حتى يتخذ قرارات مصيرية في هذه المرحلة. المسألة ليست شكلية في أنه يحضر أو لا يحضر، تأثيرهم لا، هو تأثير، ليس هناك أي تأثير، الركب ماشي والمجلس المركزي ماشي وكل اجتماعات القيادة ماشية وسائرة على طريق إنجاز حقوق الشعب الفلسطيني. هذه الإنجازات التي تراكمت في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وعرضها أننا حصلنا على دولة ناقصة العضوية، صحيح، على دولة في الأمم المتحدة، علمنا رفرف بين أعلام كل دول العالم، الدول العظمى، هذه هي البوابة العريضة التي سنعبر منها الضفة الأخرى، ضفة الاستقلال الناجز وتحرير فلسطين وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. لا وهم عندنا على الإطلاق ولا عند أحد قدرة الشعب الفلسطيني، بقدرة قيادته، بقدرة وكفاءة رئيس الشعب الفلسطيني المنتخب والشرعي السيد الرئيس محمود عباس. احنا ننظر الى هذا الموضوع انه تخلي عن دورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة، حركة حماس. لا يجوز بعد اليوم ان نسكت او ان نجامل او ان يعني نأخذ الامور ببساطة وبشكلية، لا. اذا في هذه المرحلة لم يأتوا، لم يلتحقوا بالركب، إذا في هذه المرحلة لم يعطوا موقفهم الأساسي الفعلي، ليس بالكلام ولا بالشعارات ولا بالكذا، فمتى يمكن أن يقدموا لشعبهم ولقضيتهم؟ إلى متى ممكن أن تنجز المصالحة إذا في هذه المرحلة والسكين على أرقابنا جميعا في هذه المرحلة؟ إمتى بدهم نتوحد لها؟ 11 عام ونحن نفاوض ونحاور في كل بقاع العالم. سؤال المواطن الفلسطيني يجب أن يسأل دائما إلى حركة حماس، لماذا لم تنجزوا المصالحة؟ قدمنا كل شيء، السيد الرئيس ورغم عدم حضورهم القيادة والسيد الرئيس يقول
إذا هناك بصيص بسيط جدا من أمل المصالحة إحنا معه ونتمسك أكيد فيه. وهذا ما تبعناه في الكلمة الهامة، ودائما نقول يعني عندما تهب الرياح الجميع يركب في السفينة، وهذا مهم في هذه المرحلة. سيد إياد، إذا ما تحدثنا عن التحركات أيضا القادمة وخاصة فيما يتعلق بإطار دولي لعملية السلام، ويجري العمل على هذا الإطار إن كان يعني بتدخلات من روسيا، الصين، أي شكل من الأشكال كما هو حاصل بالملف النووي الإيراني، يعني هل نجد إنه الرعاية الأممية ممكنة في هذه المرحلة؟ وما طبيعة القرار الممكن أن يتخذه المركزي بناء على هذه التوصية التي وضعت أمامكم؟ قبل يعني أن أنتقل إلى موضوع الدور الأممي، لا يعني أود أن أقول في جزئية مشاركة حماس والجهاد الإسلامي شيئاً. موضوعة مشاركة حماس كانت لآخر لحظة حماس توصل رسائل أنها إن لم تكن مشاركة حقيقية لها سترسل بمندوب أو ممثل لها يتحدث بكلمة أمام المجلس المركزي. وحتى اللحظة الأخيرة الموقف كان فعلاً مخيب للأمل، وأبدى الرئيس بالأمس انزعاجه الكامل من هذا الموقف. لأجل ذلك الخطورة في الموضوع أن حماس لم تدرك ما هو الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية اليوم، وهذا لم يكن دافعا لها للذهاب إلى المجلس المركزي وليلتم البيت الفلسطيني تحت سقف واحد ويدفعها لأن تكون وتشارك وتبدي رأيها في القضية الفلسطينية وفي رسم الاستراتيجية الفلسطينية القادمة، وهذا الخطير في الأمر. إضافة لحجم المبررات التي تقدمها باتت حماس بالأمس عندما قالت بأن طالبت بانعقاد الإطار المؤقت قبل انعقاد المجلس صحيح. المركزي نعم. وقالت أيضا والمكان أيضا والرئيس كان رده واضح، خذوني على أي مكان نستطيع به أن نأخذ قرارنا باستقلالية وبدون احتواء، قولوا يعني أكثر من الوطن. طب يعني سيد إياد، في هذه النقطة تحديدا ماذا وراء هذه المبررات باعتقادكم؟ لماذا تقف حماس وكأنها لا علاقة لها في هذا الموضوع، تتحدث من بعيد اليوم ولا تشارك في مرحلة مصيرية فعل وتحديات كبيرة كل العالم يحذر منها، يعني ليس الشعب الفلسطيني وحده من يتخوف من هذا. لا زال الباب مفتوحا، ولا زال حتى الرئيس بالأمس قال أن هذا يدفع، والسيد سليم الزعنون بالأمس تحدث أن هذا يدفعنا للقول بأننا يجب أن نذهب إلى انعقاد المجلس الوطني ونتمنى مشاركة حماس في ذلك، وأننا لازلنا نفتح الباب إلى إخواننا في حركة حماس والجهاد الإسلامي لكي البيت الفلسطيني تحت مظلة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ولا ممثل آخر، ومن لا يعترف بهذا الممثل لا شرعية له، لأن هذا الممثل هو من قاد النضال الفلسطيني على مراحل طويلة من العمل. لأجل ذلك أنتقل إلى القول بأنه في الموضوع الأممية كذلك السيد الرئيس قال أن المرجعية الأولى لعملية السلام يجب أن تكون هي أطر الشرعيات الدولية وقرارات الشرعيات الدولية. أكيد. وكذلك ولكن الإرادة الدولية هل هي موجودة في هذه المرحلة وبناء على ما نستمع إليه؟ يعني كان عندنا وفد في الصين، كان عندنا وفد في روسيا، سنبني في فرنسا أيضا، وتصريحات مهمة كانت للرئيس الفرنسي. سنبني على مؤتمر باريس. نعم. كما قال الرئيس بالأمس سنبني على ما على مؤتمر فرنسا، على المؤتمر الذي تقدمه فرنسا والرؤية، ومرجعياتنا في ذلك واضحة. أي جهة دولية أممية ترعى العملية السلمية وفق المرجعيات الدولية نحن معها. هذا يعني أننا لسنا رافضين للسلام ولسنا محبين للسلام، لكن أن المطلوب رعاية أممية نزيهة، رعاية أممية قادرة على أن توصل الحق الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية إلى أصحابه وإلى إنهاء الاحتلال. والمؤشرات تدلل على أن السيد الرئيس ضجر من هذا السلوك الأمريكي والسلوك الدولي الغير آبه، تحدث عن ما يقارب 80 قرار أقرتهم الأمم المتحدة ولم ينفذوا، ولم ينفذ أي قرار منهم. ناهيك عن الفيتو الأمريكي، ناهيك عن الفيتو الأمريكي، هو يتحدث عن القرارات التي أقرتها المؤسسة الدولية، عن المنظمة الدولية، عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 80 قرار بحق الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ وعلى مدار المراحل التي مر بها شعبنا من معاناة. هذه القرارات
ولا قرار. على فكرة تحدث أيضا بشأن القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لم تتخذ أي قرار يتعلق بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. صحيح، هذا هو الخطير. نعم، هذه تساؤلات كبيرة تبقى مفتوحة يعني، والعالم إن كان ديمقراطيا سيتخذ نعم. مثل هذه الخطوات. أريد أن أعود إلى القرارات الحاسمة سيد محمود إسماعيل، ونحن نتحدث بالفعل عن هذه المرحلة إذا ما تم مراجعة العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وأمنيا، ماذا يتطلب ذلك، وبناء على ماذا سيتخذ المركزي عفوا مثل هذه الخطوة، وهل نحن مسلحون بالفعل إن كان من قبل العالم العربي، من قبل العالم الإسلامي وأيضا الدولي إذا تم التقدم نحو هذه الخطوة؟ يعني أول شيء بدي إذا سمحتي لي أحكي في فقرة سريعا لو سمحت. لماذا حركة حماس بعيدة عن المشاركة الفعلية في المصالحة وفي الهم الفلسطيني وفي النضال الفلسطيني؟ مش ناخذها بقشور، انا صريح دائما بزعلوا مني في الحوارات صراحه بالعكس إن يعني اني بحكي هيك مستقيم. هم يراهنوا على ان صفقه عصر ستنهي القياده الفلسطينيه والسيد الرئيس وكل ما هو موجود ليكونوا هم مكانها، لانه ابو مرزوق عندما يقول الاخ عزام الاحمد عام 2018 لن يكون عام المصالحة الوطنية الفلسطينية، ماذا يعني ذلك؟ وعندما يقول خالد مشعل لأحد القيادات الفتحاوية الكبيرة الماضي نعم. عندما خرجتم من لبنان عام 82 قلنا أنكم لن تعودوا وانتهيتوا كمنظمة تحرير، فأعلننا حركة فتح حماس نعم. لتكون البديلة لكم. هذا الكلام لازم ولازم تفهموا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ولازم كل العرب المسلمين يعرفوا أيضا أنه الموقف ليس خلافا على كهرباء وعلى موظفين ولا، وإنما هو خلاف أساسي أن يكونوا بديلا لمنظمة التحرير التي قادت النضال الوطني بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في 1/1/65، ليكونوا بديلا لهذا ويمسحوا هذا التاريخ الناصع الذي حقق إنجازات كبيرة حتى الآن، ومن هذه الإنجازات أنها جيء بهم ليكونوا في المجلس التشريعي وفي الحكومة أيضا. حول هي توجهات نعم توجهات خطيرة، ولكن هنا سيد نعم باختصار إحنا لا نراهن لا على العرب، مع أنه إحنا ننسق مع إخواننا العرب، ولا على العالم، نراهن في الدرجة الأساس أولا على شعب الصامد المناضل. إحنا نموذج عهد التميمي وعائلتها، هذا نموذج الشعب الفلسطيني المناضل، لا نأبه لا لقوات الاحتلال ولا لتجويعنا ولا لقطع المساعدات المالية من ترامب أو غير ترامب، نحن نأكل من شجرة الزيتون، هذه الشجرة المغروسة في أعماق الأرض لآلاف السنين، إحنا مغروسين أيضا فيها كما قال السيد الرئيس في هذه الأرض، لن نهاجر ولن نخرج ولن نستكين ولن نخاف ولن نتراجع، إحنا مستعدين لكل الاحتمالات، لأنه شعبنا أيضا مستعد، لأنه ماذا بقي لشعبنا أن يخسروا، ماذا بقي للقيادة الفلسطينية أن نخسروا، ولذلك نحن نتقدم في الإنجازات التاريخية السياسية، في الإنجازات الأخلاقية، في الديمقراطية، وهم يتأخرون يتقهقرون ويحشرون في الزاوية نتيجة حصار العالم لهم. نعم. العالم اللي وقف كله مع الشعب الفلسطيني في هذه الهبة العظيمة، هذا العالم في النهاية سيقول للأمم المتحدة المجلس الأمن عليكم أن تنفذوا قراراتكم الشرعية لقيام دولة فلسطين. نعم، سأستثمر الوقت الأخير سيد إياد، وأيضا نتوقف عند ما جاء في كلمة سيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، تحدث عن قرارات تحدد مستقبل السلطة الوطنية، المؤسسات، إعادة النظر بمسألة الاعتراف بإسرائيل أيضا هذا كان حاضر،
وبنفس الوقت نتحدث أننا لن نتخلى عن منجزاتنا وما أنجزناه داخليا وخارجيا كما شدد السيد الرئيس في كلمته. ماذا يعني نعني بشكل السلطة أو مستقبل السلطة الوطنية، وإذا ما ربطناها بتوجه لنكون دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا ذاهبون إلى أكثر من اتجاه في هذا الموضوع وفي التصدي لكل الهجمة الصهيونية أو الإسرائيلية والأمريكية التي تستهدف حق شعبنا في الوجود وتستهدف قدسنا وتستهدف كل وجودنا الفلسطيني. تعني أننا ذاهبون إلى الأمم المتحدة، ذاهبون إلى المؤسسات الدولية لكي نقول لإسرائيل أننا دولة قادرة على الوجود، أننا دولة موجودة ولا تستطيع ولا يستطيع أيضا الوجود الأمريكي أو القوة والنفوذ الأمريكي والغطرسة الإسرائيلية والقرارات التي الصادرة عن الكنيسة الإسرائيلية لا تستطيع أن تلغي قدرتنا على الذهاب ومجابهة الاحتلال في المؤسسة الدولية. نحن ذاهبون إلى المؤسسة الدولية لنقول أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، يجب أن تأخذ كافة حقوقها، ويجب على المؤسسة الدولية أن تأخذ دورها في إعادة الفلسطيني وإعلان استقلال هذه الدولة كما حدث في جنوب أفريقيا وإنهاء نظام الأبارتايد. إضافة إلى أننا نذهب للقول أننا كفلسطينيين لا مجال لأن نباع ولا مجال لأن نشترى ولا لأحد حق في التدخل في شؤوننا، وكما قال السيد الرئيس هو فعلا وضع استراتيجية بمقترحات التي قدمها عندما قال أننا لا نتدخل بالشؤون العربية، يجوز لدولة كانت كائنا من كان أن تتدخل في شؤوننا. نحن ذاهب إلى كل المساحات القانونية والمقاومة الشعبية لها الذهاب إلى تعزيز إرادة وصمود شعبنا. نعم. ذاهبون إلى المصالحة. نعم. ولن نتراجع برغم ما خيبته حماس والجهاد الإسلامي من أمالنا. لذلك ذاهبون إلى ذلك لكي نثبت أن هذا الشعب الفلسطيني موحد وقادر على مجابهة هذه الغطرسة الأمريكية وهذا الصلف الإسرائيلي. نعم. ونقول لشعبنا نحن معكم. رسالة الرئيس بالأمس كانت رسالة واضحة، نحن خلف هذا الشعب ومع طموحاته وسقف تطلعاته. قال أن الآلاف من أهالي الشهداء الذين سقطوا الأطفال يطالبونني بالذهاب إلى المحاكم الجنائية. نعم. وأنا صح. لا أستطيع منعهم، لذلك هذا إحدى البوابات التي نستطيع أن هذا البصر القانوني الذي نتحدث عنه. أخيرا سيد محمود إسماعيل، وفي هذه النافذة الصباحية وبانتظار الجلسة الختامية المفترضة في هذا اليوم للمركزي، هل نتوقع بالفعل أن هذه القرارات أو التوصيات تترجم لقرارات فعلية وسيعلن عنها في البيان الختامي كما هو منظور؟ طبعا، لأنه لا يمكن أن يكون المجلس أو أعضاء المجلس دون سقف ما طرحه السيد الرئيس. يعني السيد الرئيس طرح يعني أعلى سقف ممكن أن يكون في هذه المرحلة، وبعده ما فيش يعني طروحات أخرى، وبالتالي نعم وبالتالي لا يمكن للمجلس ولأعضاء المجلس أن يكونوا دون مستوى ما طرحه السيد الرئيس، لأنه رؤية السيد الرئيس أيضا هي من رؤية الشعب، ماذا يريد الشعب، هو يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، لأنه كفى غطرسة إسرائيلية، كفى وصاية أمريكية على العالم وعلى قضيتنا وعلينا. نعم. لذلك إحنا متجهين، وأهم نقطة في المجال السياسي اللي ذكرها السيد الرئيس أننا سنذهب إلى مجلس الأمن لنطالب بدولة كاملة العضوية. نعم. وتجارب العالم الآخر أمامنا واضحة، اليابان ضرب مثل السيد الرئيس، والصين الشعبية لأكثر من 5 أو 6 مرات يقدموا يرفض ثم حصلوا على العضوية، وإحنا راح نزهقهم عرف الرأي الشعبي كل أسبوعين زي ما حكى السيد الرئيس راح نقدم حتى نحصل على الدولة. حكى للأخ رياض منصور نعم قال له ما تتوقف للحظة، استمر. نعم. استمر. حركة دبلوماسية مستمرة في أروقة حركة الأمم يعني المتحدة غير مرئية ولكن مثل خلية النحل القيادة. نعم. الفلسطينية الحقيقة وعلى رأس السيد الرئيس في كل المجالات حركة واتصالات ومكاسب بنحققها ومزيد من التأييد الشعبي والحكومي. صحيح. على المستوى الدولي كلياته، وإحنا يعني نأمل من إخوتنا. نعم. العرب أيضا الوقوف
مع الشعب الفلسطيني، مع القضية الفلسطينية، لأنه إحنا في الخندق المتقدم للدفاع عنهم. إسرائيل تريد من الفرات إلى النيل، ولن تسقط هذا الشعار. نحن في المقدمة في الخندق الأمامي للدفاع عن إخوتنا العرب ونصد إسرائيل حتى الآن. إحنا استطعنا أن نوقف هذا الشعار لمرحلة، من حيث حصرنا إسرائيل في نضالنا. للدفاع عن إخوتنا العرب ونصد إسرائيل حتى الآن. إحنا استطعنا أن نوقف هذا الشعار لمرحلة، من حيث حصرنا إسرائيل في نضالنا وفي أشكال التدد الصهيوني الإسرائيلي. الجلسات من المفترض أن تبدأ عند العاشرة صباحا هذا اليوم، بعد نصف ساعة تقريبا. وهل يمكن أن يمدد المجلس في دورته أم سنبقى في هذا اليوم كما أعلن؟ في تقديري الشخصي، أنه إذا كان هناك تفاهم من كافة الفصائل، من كافة أعضاء المجلس المركزي لخطورة المرحلة، لأنه أيضا الرئيس عنده مهام بده يطلع. أكيد. مهام بده يطلع بانتظار المؤتمر الذي يعقده الأزهر في الأزهر، ثم في المؤتمر الأوروبي في المجلس الأوروبي، ثم إلى روسيا. يعني حراك مهم في هذه المرحلة، ونتمنى لذلك يعني الأمور واضحة. ما في حدا بده يقول لا بدي كذا وما بدي كذا. كل ما يمكن أن يرد في ذهن أي فصيل أو أي شخص من أعضاء المجلس وارد في التصويات التوصيات التي طرحها السيد الرئيس. شكرا جزيلا لك سيد محمود إسماعيل، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. شكر موصول لسيد إياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. سعد صباحكم.